صباح الورد. دائما بفقرة التغذية بنكون هكلانين هم من قائمة الممنوعات. اليوم رد الديسي العنوان هيك بفرفح القلب: السعرات الحرارية للاستمتاع. شو بدكم احلى من هيك؟ صباح الخير. صباح الورد. انا وعدينا تعملي لنا فقرات دائما انه في متعة وفي اكل وبنقدر نعيش حياة صحية طبعاً. مع متعة. طبعا هاي هي اصلا الفكرة الرئيسية بكل الانظمة الغذائية اللي احنا لازم نتبعها. اكبر غلط الاشخاص اللي بتمتنع عن الاغذية اللي هن بيستمتعوا فيها بشكل صح. مفاجئ، لانه هذا الاشي ما بيدوم. مثل الشخص اللي هو متعود على استهلاك كميات كبيرة من السكر، من الحلويات، من النشويات، شو من كان الاشياء اللي هو بيستمتع فيها، بيجي يوم ثاني يوم لما يروح عند تبعد اخصائية تغذية او شخص بيساعده يتبع حمية غذائية او حتى اللي بطوله من على الانترنت، بقول لك وقف السكر، اقطع النشويات، اقطع الحلويات. هذا الاشي غير صحيح، غير واقعي، واكيد الشخص مش رح يقدر يلتزم فيه. صحيح. بتعرفي انا هاي الفكره كثير بايدك فيها، يعني انا لما توقفت عن منع نفسي من تناول بعض الاشياء اللي انا بشتهيها ما زدت وزن. صح. يعني هو الموضوع دائما احنا بنفكر يلا بدي اعمل رجيم، بدي اروح على القسم الخاص باكل الرجيم، بدي امنع حالي، مش راح استمتع بالاكل، الاكل ما له طعم. مزبوط. هون احنا بدنا نوضح الفكره من خلالك. معك حق. هلأ بشكل عام رح نحكي اليوم عن سعرات حرارية تسمى discretionary calories، واللي هي السعرات الحرارية اللي أنا بقدر أستمتع فيها خلال اتباع نظام غذائي قليل بالسعرات الحرارية. حلو. وبأدي إلى نزول بالوزن. ممتاز. بشكل عام عشان أنا ينزل وزني لازم أقلل السعرات الحرارية اللي أنا بتناولها بمعدل ما بين 3500 سعرة حرارية إلى 7000 سعرة حرارية بالأسبوع الواحد. نعم. لأنزل من نص كيلو إلى كيلو. طبعا السعرات الحرارية اللي هاي اللي عم نقطعها لازم بشكل عام إنها تكون من السكريات والحلويات والدهون المشبعة، ولكن لازم نختارها بعناية وبطريقة صحيحة. نعم. عشان الشخص يقدر يلتزم بالنظام الغذائي أولا وهذا الأهم، ثانيا الشخص ما يحس أنه الالتزام بالنظام الغذائي شبه مستحيل، وثالثا يحس حاله بياكل مع العيلة، يعني صح. ما يحس أنه هو لأنه عامل دايت أو لأنه متبع حمية غذائية لازم أكله يكون دائما لحاله. صح. دائما يأكل أشياء مشوية مسلوقة ما عليها بهار، ما عليها ملح، ما إلها طعم. صح. وبنفس الوقت لازم الشخص يكون مندفع، موتيفيتد، عنده positive motivation إنه هو قادر يلتزم بهذا النظام الغذائي. صح. وقادر يطلع بنتائج حلوة، ولكن بنفس الوقت يحسه إنه هو مرتاح وهو عم يلتزم. صح. فيه. يعني أنت أعرف حالك إذا عم بتحرم حالك، إذا عم بتجوع، وإذا مش مستمتع أعرف حالك إنه هاي فترة مؤقتة ورح ترجع على العادات الغذائية الخاطئة. معك حق. وبالعكس بتعرفي دعنا برجعوا بشراهة أكبر بالزبط. من اللي كانوا فيها. بشكل عام دائما اللي انا بقدر يعني احكي عن حالي ما بقدر اعمم، ولكن اللي انا بتبعه مع الاشخاص اللي بتتابع عندي حميه غذائيه انه اولا والاهم انه نحن بنعرف طريقه غذائهم من قبل، فاحنا بناخذ عنهم فكره بشكل عام شو الاغذيه اللي هن بيتناولوها، وعلى هذا الاساس احنا بنبني نظام غذائي مخصص لهم. يعني كل شخص لازم يكون عنده نظام غذائي مخصص إله ومختلف عن الاشخاص الثانيه. نعم. انه كل شخص عنده عادات غذائيه ونمط بالحياه مختلف تماما عن الشخص الاخر. صحيح. فهذا شغله كمان لازم ناخذها بعين الاعتبار. وثالثا والاهم انه نحن لازم نعطي الشخص باليوم متعه بالاكل، مساحه بالاستمتاع بالسعرات الحراريه لحتى يقدر يلتزم. نعم. لحتى نحكي شو هي هاي الديسكشنري كالوريز، احنا بشكل عام لازم نتبع نظام غذائي مبني على الهرم الغذائي اللي احنا كلنا بنعرفه. نعم. خلينا نشوف صوره الهرم الغذائي. مزبوط. من خلاله بنقدر نوضح كيف لازم احنا يكون اتباع مدروس. صحيح. بتشوفي بأسفل الهرم الغذائي أو بالقاعدة أنه أنا في عندي نسب من الخضروات، نسب من الفاكهة، بيجي بعديها نسب من النشويات، بيجي بعديها البروتين وعادة بيجي من الألبان والأجبان، بعديها بننتقل للأغذية اللي فيها نسب أعلى من البروتين مثل اللحوم، بعدين بننتقل للأغذية اللي هي تسمى الديسكشنري كالوريز واللي هي بتكون أعلى الهرم الغذائي اللي بتعطيني مساحة وفسحة أنه أنا أستمتع بهاي السعرات الحرارية. نعم. عشان أنا أتبع نظام غذائي صحي لازم أنه أنا أخلص الهرم الغذائي. لما أنا بخلص هذا الهرم وبشوف أنه أنا لسه عندي مجال بالسعرات الحرارية، وقتها بقدر أقرر قديش السعرات الحرارية اللي أنا رح أخذها من السناكس. أوكي. أو الديسكشنري كالوريز. نعم. بشكل عام هاي السعرات بتتراوح ما بين 100 سعرة حرارية لحديت 400 سعرة حرارية. طبعا دائما اللور اند للأسف بيكون للنساء والأبر اند بيكون للرجال لأنه هن قابلية أجسام تحرق أكثر. نعم. فبنقدر أنه نحن ناخد باليوم الواحد من 100 سعرة إلى 200 سعرة للنساء
ومن 200 إلى 300 خلينا نستبعد ال 400 للرجال بدون ما يؤدي إلى زيادة في الوزن، بالعكس رح يساعدني إني أنزل من وزني، رح يساعدني إني ألتزم بالدايت، أضلني مبسوط إنه أنا عندي شوكولاتة، عندي تشيبس، عندي إشي أنا بستمتع فيه. صحيح يعتبر غير صحي، ولكن مش معناته إنه أنا عشان أكون صحي لازم آكل كل الوقت أغذية صحية وأمتنع تماماً عن الأغذية المدهنة. بالعكس الجسم مرات بيحتاج للسكر، مرات بيحتاج للدهون المشبعة، مرات بيحتاج للأغذية اللي أنا بشوفها أنها بتجلب لي سعادة. طب هو رند بس عم نحكي عن سناك أو عم نحكي عن نقرشات خلال الوجبات، ولا ممكن يكون كمان هاي السعرات وجبة أنا بحبها؟ أوكي، هلأ بشكل عام يفضل أنها تكون على شكل سناكس. أوكي. إذا بدنا نحطها بشكل يومي يعني. نعم. أنا يومياً بقدر أخذ قطعة شوكولات بتعادل 100 سعرة حرارية، وبصراحة هذا اللي أنا بعمله مع الأشخاص. يومياً ضروري أنه يكون في شوكولات بالنظام. نعم. الغذائي. إذا ما كانت شوكولاتة فالأشخاص اللي بتفضل أنها تأخذ فاكهة محلها بنحط الفاكهة. أوكي. إذا ما كانت فاكهة بنحط تمر، إذا ما كان تمر بنحط تشيبس بكميات قليلة. نعم. وفي اوبشنز هلا موجوده، في اختيارات هلا موجوده بالاسواق تعطيني اني انا اخذ هاي الاغذيه ان كان شوكولاته او تشيبس ولكن بسعرات حراريه اقل. نعم. مثلا في شيبس نوعه بيكون مخبوز فهو فيه نسب اقل من المقلي. في نوع من انواع التشيبس بيكون مطبوخ بالهواء يعني. نعم. زي البوفز هيك بتكون. نعم. اقل سعره. اذا بدي اخذها على شكل يومي لازم انها تكون سناك. طيب السؤال الصعب. انه المشكلة ماشي باكل أنا قطعة، بس أنا ما بدي قطعة، أنا بدي كل حبة الشوكولاتة، يعني بتصير لقمة جر لقمة. صح. فهي التحكم بالكمية كيف برضه ممكن نشتغل عليها؟ قطعة الكيك أنا ما بدي بس قطعة، أنا بصير بدي كمان قطعة وكمان قطعة وكمان قطعة. هذا رح أحكي لك كيف بنقدر نعمله بسهولة. نعم. ولكن عودة لفكرة إذا بقدر آخذ وجبة، هو بقدر آخذ وجبة مفتوحة مرة في الأسبوع إلى أسبوعين، ولكن شريطة إني أمتنع عن هاي الحلويات لمدة 3 إلى 4 أيام. لحتى أقدر اخذ هاي الوجبه. يعني اذا بدي اخذ وجبه اقلل من السناكس بالسعرات الحراريه 3 أيام أو 4 أيام بمتنع عنه باخذ وجبه. تمام. هلا بالنسبه لفكره انه انا بس افتح الكيس ما بقدر اوقف. وهذا إشي ملحوظ. وانا مش انا اخصائيه تغذيه. اذا بفتح كيس للشوكليت مستحيل اقوم الا لما اكون خلصته. نعم. وهون بيجي دور اني انا اشتري أغذية أو سناكس حجمها صغير، كميات قليلة. بالضبط، يعني الكيس نفسه بيكون فيه 100 سعرة حرارية وأنا باكلها وبستمتع فيها وبخلصها. ما بشتري إشي كبير مثلا لوح شوكولاتة كبير وبصير أقسم منه كل يوم، لأنه عن جد الشخص بضل عنده حاجز إنه طب خليني أكل كمان قطعة. صح. أو هاي القطعة رح تشبعني أكثر. فلا، الأصح إنه أنا ممكن أشتري أنواع شوكولاتات أو تشيبس بالكمية اللي فيها 100 سعرة إلى 200 سعرة. نعم. وألتزم فيها وما أجيب كميات كبيرة وأخليهم قدامي وأصير لا بدي أكل منهم أكثر وأكثر وأكثر. طيب شو المسموح وشو الممنوع بالسعرات الحرارية للاستمتاع؟ أوكي، عادة كل شيء مسموح ولكن بيعتمد شو الشخص بفضل. نعم. الأشخاص اللي بتحب الشوكولات بناخد، الأشخاص اللي بتحب تشيبس بنقدر ناخد. ليه أنا بفضل إنه نحن نمتنع عن الحلويات العربية والكيك؟ لأنه عادة فيهم سعرات حرارية بتفوق كتير 100 لـ 400 سعرة حرارية. لأنه إحنا لما بنحكي عن كيك إحنا بنحكي عن زبدة، بنحكي عن زيت، بنحكي عن بيض، بنحكي عن طحين، بنحكي عن دايما هذا لسه الأساس تبع الكيك بدون الأشياء اللي بتيجي فوقه. صح. بالضبط، مثل الكراميل، مثل الأشياء اللي بتكون عن جد مليئة بالسعرات الحرارية، وممكن قطعة تكون عن سعرات حرارية اللي بقدر أستهلكها بيوم كامل. طب إذا بحب الأكل المقلي اوكي شو بتنصحيني؟ هلا بالنسبه للاكل المقلي في عندي اختيارات متعدده. اما انه انا باخذ هاي الوجبات خلال اتباعي للنظام الغذائي الكيتوزي اللي فيه نسب عاليه من الدهون وانا بقدر اخذ المقالي خلال هذا النظام الغذائي. نعم. ولكن اكيد ما يكون اكثر من مره بالاسبوعين او انا هذا اللي بنصحه. نعم. لحتى ما نرفع نسب الدهون الثلاثيه والال دي ال بالجسم الكوليسترول السيء. نعم. اذا كان انا بفضل انه يكون هذا الاكل المقلي على شكل من خلال اتباعي لنظام غذائي ففي عندي أجهزة هلأ اسمهم إير فراير تطبخ لي نفس الأغذية بنفس الطريقة. كنا بالسيرة. عن جد معلقة طعام زيت نباتي أو بمعلقة طعام زيت زيتون وبقدر إني أقلي البطاطا بقدر إني أقلي الجاج بنفس الطريقة. نعم. إذا ما قدرت إني أنا أشتري هذا الجهاز هي صارت بأسعار يعني مقبولة مش زي قبل أغلى. بالضبط، إذا ما قدرت إني أشتري هذا الجهاز فممكن إني أعمل بخاخ أوكي من الزيت وبصير بحطه على الأغذية اللي أنا بحبها وبحطهم بالفرن رح يعطيني نفس الطعم بنفس. نعم. القرمشة ولكن السعرات الحرارية حتكون كتير أقل وما رح يضايق المعدة مثل الأكل المقلي بعد استهلاكه. نعم، اللي بيحبوا المكسرات برضو بخافوا من موضوع الدهون شو بتنصح لهم؟ كمان المكسرات هي من الأغذية اللي بنحطها باتباعنا للغذاء النظام الغذائي الكيتوزي لأنها فيها نسب عالية من السعرات الحرارية
ولكن بتيجي من الدهون، والدهون عادة مفضلة خلال هذا النظام الغذائي، فممكن نحن ناخذها مش كوجبة مفتوحة، بالعكس من ضمن نظام غذائي صحي وبيؤدي إلى النزول بالوزن. ممتاز، شكرا لك رند الديس، يعطيك ألف عافية.